بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن سلسلة An Easy Way راح أحاول أني أشرح لكم طريقة بتخلي حفظ أو تذكر الـ 12 كرانيال نيرف طريقة سهلة وممكنة. في البداية راح أرسم رسمة علشان تساعدنا على الحفظ. الرسمة هذه أننا نحاول نرسم شكل وجه عن طريق استخدام أرقام الأعصاب نفسها. هنبدأ بالرقم الأول، هنعتبره هو النوز اللي هو الألفاكتوري رقم 1، نعتبره النوز. بعدين العين هتكون دائرتين فوق النوز، ونحط فيها العصب رقم 2 والعصب رقم 4 والعصب رقم 6. نقدر نفحصها كده 2 وبعدين مضاعفاتها 4 أو الأرقام المزدوجة 2 4 6. طبعا حطينا 1 2 رقم 3 حيكون هو الحاجب فوق العين، نفس الشيء هنا في العين 2 4 6. حطينا رقم 1 اللي هو العصب الشم الألفاكتوري، رقم 2 اللي هو الأوبتيك نيرف، رقم 3 اللي هو الأوكلوموتر نيرف، رقم 4 اللي هو التروكيلر نيرف، ورقم 6 اللي هو الأبدوسنس نيرف. العصب الخامس أو رقم 5 حنرسمه بالطريقة هذه، 5 الجزء العلوي كذا ويمر إلى أن يروح إلى تحت رقم 1 اللي هو نعتبره بشكل فم الوجه، وحنرسم في الجزء هذا الأسنان. أوكي، هذا رقم العصب رقم 5. العصب رقم 6 إحنا أوريدي كتبناه داخل العين. رقم 7 اللي هو العصب السامع أو الفيشيا اللي هو المسؤول عن الإحساس في الوجه، فعشان كده حنرسمه كامل الوجه من الجهتين. هذا العصب السابع. العصب الثامن اللي هو العصب حاسة، العصب الثامن اللي هو عصب السمع، حنرسمه بالطريقة هذه وكأنه في مكان الأذان أو أذان الشخص. بعدين نجي في فم الشخص هنا ونحط لسان. اللسان هذا حنكتب فيه العصب التاسع. العاشر ما حنحطه في اللسان، حنحطه تحت هنا في اللسان، تحت اللسان. والعصب رقم 12 9 و 12 حيكونوا في اللسان. العصب باقي لنا كذا العصب رقم 11 حنحطه وكأنه هذا رقم 11 كذا، ورقم 11 من الجهة دي وكأنه أكتاف الشخص أو الوجه اللي رسمناه. طبعا تحت العشرة بنحط سهم يأشر لتحت، وحشرح لكم إيش يعني الكلام هذا. كذا احنا رسمنا الرسمة. هذه العصب الأول، العصب الثاني، العصب الثالث، الرابع والسادس في العين. العصب الخامس اللي هو زي ما قلنا عملنا منه وجه الشخص. العصب الثامن اللي هو العصب السمعي واللي هو الفستيبولر نيرف. العصب التاسع اللي هو الجلاسوفرينجيال رسمناه داخل الفم. والعصب العصب ال12 اللي هو الهايبوغلاسيك نيرف كتبناه داخل اللسان برضه وداخل الفم. بعدين العصب ال11 او الاسوسري حطيناه مكان الكتوف في الشخص هذا. والعصب العاشر تحت الوجه بالكامل وسهم مؤشر لتحت، لأنه أساسا العصب هذا بيتحكم في الأعضاء اللي تحت الرأس داخل الجسم، وحنرجع لها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الشرح. العصب الأول اللي هو الألفاكتوري اللي هو عصب حاسة الشم، وهو عصب هو سنسوري. وحكتب لكم أنا طريقة سهلة تخليكم تحفظوا مين العصب السنسوري ومين العصب الموتر. بعدين نجي للعصب الثاني اللي هو الأوبتيك نيرف، وهو كمان برضو مسؤول عن حاسة البصر وهو سنسوري نيرف كمان. نجي للعصب الثالث الثيرد نيرف اللي هو الأوكلوموتر. الأوكلوموتر طبعا موتر بيساعد في تحريك عضلات العين أو يحرك عضلات العين. الحركة حقته بتكون يا إما بيرفع العين لفوق، يا إما بينزل العين لتحت، يا إما بيدخل العين للداخل. كمان بيساعد على رفع الجفون في العين، وكمان بيتحكم في توسيع وتضييق البؤبؤ. فهو طبعا موتر
نيرف. نجي للعصب الرابع واللي هو التروكيلر نيرف. التروكيلر نيرف طبعا بيتحكم في عضلة واحدة اللي هي السوبيريور اوبليك، والسوبيريور اوبليك بتساعد على تحريك العين في الاتجاه او في الوضع هذا جوا شوية ولتحت زي ما احنا عارفين. بعد كده هنتكلم عن، بما احنا في العين هنتكلم عن العصب السادس اللي هو الابدوسنس نيرف. والابدوسنس نيرف زي ما احنا عارفين بيطلع العين للخارج. نجي الحين للعصب الخامس او الترايجيمينال نيرف. وزي ما احنا سامعين بيقول ترايجيمينال معناته في ثلاث برانشز، او زي ما احنا عارفين في له ثلاث برانشز. الترايجيمينال نيرف عباره عن بوث يعني موتور وسنسوري. الجزء السنسوري منه بيرسل للبرين الاحساس باللمس في الوجه، وكمان مسؤول عن والجزء الموتر منه مسؤول عن المضغ في الفم. البرانش الاول بيكون مسؤول عن الاحساس في الجبهه وحولين العين وجزء الانف والراس، وتقريبا الى منتصف الراس مسؤول عن الاحساس فيهم. الجزء الثاني مسؤول عن الاحساس في الوجه، الجزء السفلي من العين والخد العلوي والفك العلوي والشفه العلويه. والبرانش الثالث مسؤول عن الاحساس في الفك السفلي والشفه السفليه والذقن بالنسبه للشخص. الجزء السادس، العضل السادس قد تكلمنا عنه اللي هو بيتحرك في حكم يحرك العين للخارج. نجي للعصب السابع. العصب السابع او الفيشيال هو عباره عن بوث موتور وسنسوري. السنسوري بارت مسؤول عن تعبير الوجه واللاكريميشنز او الدموع، ومسؤول ايضا عن التذوق في الجزء الثلث الجزء الخارجي من اللسان. والموتور بارت منه مسؤول عن انتاج اللعاب من تحت اللسان. اوكي، اذا السابع هو مسؤول عن الاحساس في الوجه، محسوس عن تعبير الوجه، عن اللاكريميشنز او الدموع، وايضا كمان اللعاب من تحت اللسان، والتذوق في الجزء الامامي او الثرد او الجزء الثلث الاول من اللسان. طبعا هذا العصب السابع. العصب الثامن طبعا هو الفستيبولو اوكلر نيرف، وهو سنسوري فقط وبيرسل حاسة السمع عند الشخص. نجي للجزء للجلاسوفرينجيال نيرف. الجلاسوفرينجيال هو بوث يعني موتور وسنسوري وموتور. الجزء السنسوري منه مسؤول عن حاسة التذوق في باقي اللسان في الجزئين الثلثين الداخلية من اللسان. والموتور عنده مسؤول عن انتاج اللعاب من داخل الفم كامل، ومسؤول كمان عن الجاج ريفلاكس وعن سبيتش او الكلام. هذا العصب التاسع اللي هو الجلاسوفرينجيال نيرف. نجي للعاشر الفيجس. الفيجس نيرف مسؤول عن ارسال، طبعا هو بوث سنسوري وموتور، يستقبل ويرسل اوردرز او يستقبل ويرسل الى القلب. طبعا هو اللي يساعد في انه يخفض حركه القلب او يسلو ذا موفمنت اوف ذا موشن اوف ذا هارت في حالات الاسترخاء، وكمان يرسل سيجنالز للمعده علشان عمليه الهضم، وياخذ الاحساس منهم كمان يرسلها للبرين. هذا الفيجس نيرف، وقلنا انه بوث سنسوري اند موتور. نجي لل11 الاسيسوري نيرف اللي هو رقم 11. الاسيسوري نيرف مسؤول عن عضلات كنترول، تحكم في عضلات الرقبه، والتحكم ايضا في عضلات الكتف العلويه اللي تساعدنا على اننا نرفع الكتف ونرخيه زي لما علامات التعجب نرفع الكتف ونرخيه. فهذا الاسيسوري نيرف او النيرف رقم 11، وزي ما قلنا هو موتر. نجي للنيرف الاخير اللي هو 12 اللي هو هايبوكلاسيكال نيرف. الهايبوكلاسيكال نيرف اسمه مسؤول عن
التحكم بحركة اللسان، زي لما نبغى نطلع لساننا نذوق مثلا الأكل الحار بارد، ناكل آيس كريم، فهو مسؤول عن حركة اللسان. طبعا هو موتر وما هو سنسوري. بكذا احنا ذكرنا ال 12 نيرف، فأعتقد ان شاء الله هذه تكون طريقة سهلة انكم تحفظوا، واتمنى التوفيق للجميع.